حديث أكثر عن آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الاستحواذ. معنا من جدة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية عمار شطا. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا اليوم. يعني بداية، هذا الاستحواذ يأتي في أجواء عاصفة فيما يتعلق بتطورات الأسواق العربية الخليجية وحتى يمكن الأسواق العالمية ليست كثيرا بأفضل حال. لنتحدث بداية عن هذا الاستحواذ، ما الهدف منه؟ توقيت الإعلان عنه، لماذا البداية بمملكة البحرين، وهل هناك أيضا من استحواذات مخطط لها للمرحلة القادمة؟ شكرا لاستضافتي يا هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الهدف الأول والأساسي هو التعامل مع الوضع الغير مستقر عادة على مدى التاريخ لمنطقة الشرق الأوسط، وبالذات منطقة هامة كمنطقة الخليج العربي. التذبذبات هذا وهذا التعامل يأتي من عدة زوايا أو أركان. الركن الأول أنه حركة الاقتصاد في المنطقة عندنا حركة قليلة، قوية في التذبذب، قليلة في الاستقرار، وبالتالي إذا كان هناك بنوك استثمارية تريد أن تنجح في هذه المنطقة يجب أن تكون لها قاعدة قوية من رأس المال لتستطيع أن تستمر في وجه العواصف وتستغلها استغلال مناسب، بحيث تشتري عندما يبيع المستثمرين وتبيع عندما يتحسن السوق وترتفع الأسواق. طب وأين نحن أستاذ عمار، أين نحن من هذه الأهداف، وكيف ترى أيضا تطور النشاط ويمكن نقول حتى إذا بدك صناعة الانفستمنت بانكينج في منطقة الخليج؟ طبعا نحن الآن في مرحلة تصحيحية قوية على مستوى اقتصاد العالم وعلى مستوى المنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي سياسيا واقتصاديا. والضيف الأستاذ اللي كان قبلي في المقابلة أوضحها كذلك، أنه يجب أن تنفتح منطقة الخليج العربي وبالذات دول الخليج العربي على التصحيح السياسي والاجتماعي لتواكب الوضع الحالي الآن. نحن موقعنا استراتيجيا تعتبر المنطقة على المدى الثلاث الأربع سنوات الجاية منطقة جدا مهمة في الاستثمارات، ولكن هو اصطياد الفرص والتركيز على الفرص المناسبة في الوقت المناسب هي الأهم. نرى أنه أمامنا بعض الصعوبات في الفترة 6 إلى 12 شهر الجاية. نحن قبل كده وضحنا في ديسمبر من العام الماضي وأكدنا توجهنا أنه الربع الأول من عام 2011 ربع حيكون صعب جدا سياسيا وبالتالي اقتصاديا وماليا، ونرى أن الخروج من المأزق هو حيكون يبدأ في الظهور في منتصف شهر إبريل عندما تبدأ تظهر أرباح الشركات وتظهر قوة الاقتصاد السعودي وخاصة في بعض القطاعات الصناعية كقطاع البتروكيميكال والإسمنتات وكذلك شركة معادن. ونعتقد أن هذه الشركات هي في الربع الأول حتحقق أرباح جيدة جدا، وبالتالي حيبدأ الوضع يستقر تدريجيا مع تمنياتنا طبعا إلى أن يستقر وضع السياسي في المنطقة. كذلك نرى، وهذا السبب جوابي على موضوع البحرين، أنه نحن يجب كشركة استثمار برأس مال تقريبا 1000 مليون ريال أن نتوسع في محفظتنا الاستثمارية لنعمل نوع من التوازن لعدم الاستقرار الموجود في المنطقة. ونعتقد كمفاجأة أنه مصر من الدول المهمة جدا في الربع الثاني والثالث للنظر فيها والتحقق من بعض الفرص الاستثمارية التي نعتقد أنها الآن في مرحلة الإعداد في مصر. يعني تخططون لاستحواذات في المرحلة القادمة، وهل ستشمل الشركات خارج المنطقة الخليجية أم الأولوية تبقى لمنطقة الخليج برأيكم؟ الحقيقة رأس المال يتحرك حسب الفرص. نحن تركيزنا هو على منطقة الميناء، وبالتالي مصر من أحد الدول التوجه لها. استثماراتنا في منطقة الخليج العربي هي حوالي 50% من رأس المال. نحن من الشركات القليلة الحمد لله التي يوجد عندنا 50% من رأس المال نقد أو في حكم السيولة، وبالتالي عندنا قوة شرائية كبيرة جدا. وعادة في البنوك الاستثمارية في كل 500 مليون ريال أنت الآن تملك قوة شرائية ب 5000 مليون ريال، وبالتالي قوتنا الشرائية قوية للاستحواذ والتوسع خارج منطقة الخليج العربي والتأكد من استغلال الفرص التي تتوفر
مع التغييرات السياسية التي بتحصل في المنطقة بإذن الله. شكرا لك من جديد. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية عمار شطا، كنت معنا مباشرة من جدة. أعود إلى تداولات اليوم، إذن تراجعات الآن ب